مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وجي معادنا مع الفقره الاخيره. وزي ما قلت لحضراتكم هي الفقره دايما اللي بتبقى خاصه بالسياحه والاثار، ولكن النهارده هنتكلم عن تطور طرق الكشف عن المومياوات الفرعونيه. خلونا يعني قبل ما نتكلم في اي حاجه اقول لكم بس يعني حاجه سريعه كده، ان مرت دراسه المومياوات المصريه بالعديد من مراحل دراستها بدءا من القرن ال18 وحتى العصور المعاصره. في القرن ال18 استخدمت المومياوات للمكاسب الماليه خاصه في اوروبا، حتى وصل الامر الى انها كان يتم تشريح المومياء أمام الجمهور في فقرة من فقرات العرض المسرحي. يعني دي كانت نبذة بسيطة وسريعة كده، ولكن هنتكلم أكتر باستفاضة. بيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميل الكلام عن هذا الموضوع وجود الدكتور إبراهيم بدر، أستاذ مساعد ترميم وصيانة الآثار، وكيل كلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. دكتور إبراهيم منورنا ومشرفنا في استوديو صباح ميل. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. يعني الحقيقة طبعا يعني إحنا لما بنيجي نتكلم يعني دايما مشاهدينا بيبقوا بيحبوا ياخدوا فكرة عن بعض الحاجات الفرعونية القديمة، وبيحبوا دايما كده يعني يطلعوا عليها أكتر، يعني فحابين يعني حضرتك تفيدنا. خليني أبدأ مع حضرتك، يعني بدأت إزاي الكشف عن المومياوات طبعا، وطبعا التعامل مع الأثريين طبعا من القديم، حابين نعرفها أكتر يعني. تمام. البداية كانت يعني في القرن ال18 والقرن ال17 فكرة الاكتشاف الآثار في مصر. والفترة دي كانت في أوروبا كان في نوع من أنواع الاهتمام بالآثار المصرية، وإزاي يحافظوا عليها، وإزاي إن هم يعملوا دايما على اقتنائها. وبالتالي بدأ الناس كلها تتجه في أوروبا إن هم يستخدموا الآثار المصرية، أو يبعتوا كشافة، يبعتوا رحلات إن هم يجيبوا لهم يحصلوا على هذه الآثار. كان لافت بشكل واضح جدا موضوع المومياوات. في القرن ال17 والقرن ال18 كان التعامل مع المومياوات أشبه بنوع من أنواع اللي هو كل واحد بارون من الأوروبيين، أو كل واحد غني شوية، فكان يروح يقتني موميا ويحطها عنده كنوع من أنواع اللي هو التباهي ما بين بعضهم يعني. هناك اللي معاه فلوس أكتر يعني. اللي معاه فلوس أكتر يجيب موميا أحسن ويحطها، وكانوا في المنازل وفي البيوت، وكانوا بيستعرضوا بده جدا. الموضوع ما كانش حتى لافت للنظر لفكرة الموميا أو فكرة إن هم يتعاملوا معاها، وكان يعني بياخدها نوع من أنواع السحر، ونوع من أنواع إن بيتفائلوا بيها والكلام ده كله. لكن ان هم يبداوا بعمليات دراسه حقيقيه حوالين الموميا دي ما كانش الهدف ده. بدات الدنيا تتحرك شويه لما بداوا يجيبوا المومياوات دي وبداوا يعرضوها في السيرك للجمهور، على اساس ان هي نوع من انواع الفانتازيا يعني. وعلى اساس ان هو كمان السيرك كان لسه في بداياته، فعايزين يعملوا يعني يجيبوا جمهور اكتر، فمش هيقدر يعمل ده الا في وجود حاجات غريبه. فكان من ضمن الحاجات الغريبه هي وجود المومياوات المصريه اللي كانت بتيجي. استمر الوضع ده لحد سنه بدايات القرن العشرين، يعني 1908 تقريبا. كان في احد الاثريين اللي كان شغال، وكانت اسمها مارجريت موراي، وكانت شغاله تبع متحف مانشستر، وقررت ان هي تحط اول خطوه علميه حقيقيه في ان هي تكشف عن المومياوات، اللي هي بقى تعالوا نفتح بقى الموميا دي ونشوف فيها ايه بجد، واتحنطت ازاي والكلام ده كله. هي الفقره كانت شوي قوي كويس، كانت فيها يعني نوع من انواع اللي هي عايزه تقول للناس وبشكل مباشر ان احنا عندنا مومياوات اهي وممكن نتعامل معاها. وكان عملت جابت حتى يعني في صورة أنا كنت بعتها لحضرتك، ما هي موجودة، كانت واقفة في الستيج كأنها بتأدي عرض مسرحي، وكل الجمهور واقف عمال يتفرج عليها كويس، وهي بتعمل عمليات التشريح علشان توري الجمهور اللي دافع فلوس عشان يروح يتفرج ده بيتم ازاي. رغم ان هي كانت الشغل بتاعها كله مش الهدف منه الاهتمام بالمومياوات او الاثار المصريه، ولكن الهدف منها كان نوع من انواع الشهره، كان نوع من انواع الدعايه لمتحف مانشستر. لكن اللي حصل كان رد فعل. معانا صوره هي دي واحده من الصور اللي كنا لما نيجي المراحل الاولانيه لاي كشف
كان ما بيهتموش دلوقتي بان هو ياخد الموميا ويبدا يحضرها زي احنا بنشتغل عليها، لا بالعكس كانوا بيجيبوا المقصات، وكان الهدف بيبقى هدف واضح قوي ان انت تدور على المجوهرات اللي موجوده في الموميا، لو ما لقيتش في الموميا اي نوع من المجوهرات او لقيت وخدت فبترميها بالشكل ده كويس وخلاص. وهناك صور كتير قوي مومياوات بالمنظر ده يعني تم التعدي عليها وتم التخلص منها كويس. طبعا دي بعض الصور من الحرب العالميه من الحمله الفرنسيه وهم بيرسموا فري كده فري هاند يعني لعمليات الكشف عن الاثار، زي ما قلنا ازاي الاثار دي تقدر توصل بيها لمرحله من الكشف الهدف منه ان احنا نطلع الاثار دي اوروبا علشان هم هنقدر نبيعها وهنقدر نشتغل عليها كويس. لكن دي طبعا يعني لو قعدنا اتكلمنا على الـ على الـ على الصوره بالمنظر ده، هي دي صوره ايدين لموميا جد بتاعه في عنخ، واحد من اهم المومياوات المصريه. على فكره احنا عندنا كنوز في المومياوات بس هو الناس رايحه دايما لفكره انت عارف الموميا اللي ليها اسم، يعني عايز اروح اتفرج على موميا رمسيس الثاني، عايز اروح اتفرج على موميا مشهورين لكن في مومياوات بقى في عبقريه الاداء المصري في التحنيط، عبقريه المحنط في التحنيط، انك تقف قدام الموميا وانت مش عارف طيب يعني انت عايش، طيب انت ميت امتى، يعني من براعه المحنط في ان هو يجيب التفاصيل لدرجه ان تلاقي يعني احنا في بعض الاحيان نلاقي الحفاظ على الحواجب، الحفاظ على الشنب، الاسنان، شكل الاسنان وطبيعتها، ورغم مرور السنين دي كلها رغم كل ده يعني انت بتبقى موجود شايف قد ايه الجمال اللي موجود كويس تشوف الدقن، تشوف التفاصيل، لدرجه انك ان بعض الاحيان لما كنا بنشتغل على المومياوات وبندخلها في الجهاز الفحص كنا بنلاقي الشريان الاورطي موجود، وكنا بنلاقي كمان نبدا نشوف اذا كان السبب في الوفاه او المشاكل اللي حصلت له بسبب وجود انسداد في الشرايين او مصاب بالشريان التاجي. ولقينا عدد من المومياوات من بيعاني من المرض ده كتير جدا، وده ادانا فكره كمان على نوعيه الطعام او نوعيه الغذاء اللي كانوا بياكلوه بالظبط كده. لان انت دلوقتي انت المومياوات لما بداوا الاهتمام بيها والدراسه فكره الطب هو انعكاس، يعني اي حاجه كانت بتحصل في الطب كانت تنعكس على طول على المومياوات. بس حضرتك بتقول الشريان طيب يعني هو مش يعني انا ما اعرفش حضرتك برضه توضح لنا ده مش التحنيط ده بيبقى خارجي بس؟ لا بيبقى كله لا بس عايزين نوضح دي برضه كويس. طيب التحنيط المصريين لما كانوا بيحنطوا التحنيط عدى بعده مراحل بس عشان لا اثقل على الناس يعني هي الفكره كلها في التحنيط فكره التجفيف، فكره ازاي تشيل الميه من الجسم هيعيش اطول فتره ممكن. اوكي. التحنيط فعلشان كده كان المصري القديم بيفتح فتحه الاحشاء علشان يطلع الاحشاء اللي جوه عشان يحنطها لوحدها، وبعدين يقطع في الحجاب الحاجز، وبعدين يشيل الرئه وعشان يحنطها لوحدها، يجي عند القلب يسيبه. ليه يسيب القلب بكل حاجه ما بيقربلوش ناحيته؟ اولا في سببين، القلب ده نسيج ليفي فما بيتعرضش للعفن، يعني مش هيحصل له حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه القلب ده هو اهم حاجه في عقيده المصري القديم، هي اللي هتنقله للعالم الاخر، هي اللي هتنقله للجنه. فسيبه. وبالتالي كان بيسيبه. وده يعني هل هو حسن حظنا او يعني على حسب الدنيا ما مشيت بالشكل ده. فلما بدانا نشوف الشرايين جوه بتبقى عامله ازاي، فنلاقي الشريان التاجي موجود، ونلاقي غرف القلب موجود، ونلاقي القلب كل اللي حصل له ان هو حصل له نوع من انواع الضمور نتيجه فقد الميه اللي هي الدم اللي موجود فيه، لكن موجود بتفاصيله. الشريان موجود بتفاصيله، وبالتالي الفكره دي اتاحت لينا لما نيجي نشتغل نقدر يبقى عندنا القدره ان احنا نستكشف هم كانوا عايشين ازاي، هم كانوا بيتحركوا ازاي، طيب الاكل بتاعهم كان عامل ازاي. وفكرة كمان يعني التقدم اللي حصل في الطب من حيث الأشعة اللي هو السي تي سكان، وبعد كده الفحص باستخدام الدي ان ايه، وفكرة الدي ان ايه مش هي فكرة تبقى مخطئة جدا لو احنا فاكرين ان هي مقصورة بس
على فكره ان انا اعرف النسب، ان انا اعرف مين ابن ده ومين ابو ده، بس دي جزء، بس مش الجزء اللي يخلينا نبقى واقفين عند كده. لا، الدي ان ايه دلوقتي في ابحاث بدات تقدم حاجات مهمه جدا للمومياوات، فبدا يقول لك الهيستوري بتاع الامراض بتاعته عامل ازاي، ايه الامراض اللي عدت عليه كويس، وايه الامراض اللي سابت فيه نوع من انواع التاثير وما سابتش تاثيرات، وايه السبب في حاله الوفاه، وايه الامراض وايه الجينات اللي كانت موجوده عنده اثرت في التكوين بتاعه كويس. فالنهارده فكره ان احنا لو بصينا سنه 1908 والنهارده 2020، فرق ال100 سنه دول مش فرق مش فرق ان احنا اكتشفنا مومياوات جديده. يعني اذا كنا اكتشفنا توت عنخ امون، شفنا حتشبسوت، اذا كنا شفنا المومياوات دي كلها، فكل المومياوات اللي احنا اكتشفناها دي كويس لحد سنه 2020 دلوقتي احنا بنتكلم في نوع تاني من انواع الكشف، اللي هو ازاي تدرس بقى المومياوات دي. خلاص انت عندك المومياوات بقت موجوده كويس، فكره انك ازاي تقدر تقراها. طيب هل لما انا لما اجي اقراها بنفس الاسلوب اللي كانوا بيقروا بيه سنه 1900؟ مستحيل. انا عندي دلوقتي اجهزه فحص اكتر، عندي دلوقتي اساليب تحليل اكتر، فاقدر بقى ايه، هم هناك يعني احنا دلوقتي بنقدر نوصل لمرحله ان احنا بنعمل ريكونستراكشن، ان احنا نعمل اعاده بناء للجسم للموميا اللي موجوده عندي. بشوف الموميا دي بنسبه مثلا حوالي 85%، اشوف الموميا دي كانت عايشه ازاي قبل ما يموت. وكان في من ضمن الحاجات اللي موجوده ان موميا رمسيس الثاني مثلا لما عملها اعاده ريكونستراكشن، يعني بالصدفه العجيبه انا كنت شفت شويه مقارنات ليها، وكان حد من على التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشير صورته لما اتعمل له اعاده بناء شكله قبل ما يموت كان عامل ازاي. ومن الغريب ان هو شبه رمسيس الثاني، هو شبه سيد راضي بالظبط، يعني الله يرحمه بالظبط، يعني نفس القرعه بتاعته، نفس الشعر اللي على الجانبين. عجيبه جدا، تشعر ان انت فعلا ان الجينات المصريه ما زالت موجوده. فده ده 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 نوع تاني من انواع الفكر. في احد المومياوات في انجلترا البحث كان من قيمه 3 شهور، وبدا عن طريق الاحبال الصوتيه اللي موجوده اللي لسه موجودة لحد دلوقتي، بيقدر يستنتج الـ 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 الأبعاد بتاعتها وشكلها. وقالوا من نوع من أنواع الفانتازي، يعني إن الصوت لو طلع هيبقى عامل إزاي، نبرة الصوت كمان بالظبط كده، والتون شكله عامل إزاي. فالنهاردة فكرة الفحص وفكرة التحليل ما بقتش هي الفكرة اللي احنا نجيبها ونشوف، لا خالص. الناس بدأت دلوقتي كتير قوي من الأبحاث بتتكلم هو عايز يشوف الحياه الناس دي كانت عايشه ازاي، الناس دي كانت بتتحرك ازاي، بتمشي ازاي، بتاكل ايه كويس. وده كله بيأثر لفكره الاثار المصريه، وده كله يعني هيبقى له مردود علينا ان شاء الله، يعني باذن الله مع تتابع افتتاح المتاحف زي المتحف الكبير بالظبط كده ان شاء الله، حتى المومياوات اللي هتنتقل لمتحف الحضاره بالاحتفاليه اللي هتبقى مهمة جدا واللي هتبقى مؤثرة جدا للمومياوات اللي هتنتقل من المتحف المصري لمتحف الحضارة، أعتقد ده بشكل أو واضح خلينا نقول إن الآثار المصرية هتقدر تحفز الناس بأهمية الوعي اللي موجود، بأهمية البلد دي، وأهمية إن هي يجب الحفاظ عليها والحفاظ على التراث بتاعها. وخلينا نقول إن المومياوات كمان إذا كانت ليها حاجات إيجابية أو جوانب إيجابية كتير، لكن أهم جانب إيجابي فيها إن هي لازم نبقى فخورين جدا بتاريخنا وبالحضارة بتاعتنا. ويعني بتذكرني حاجة مهمة جدا لما كنا نقابل حد من الأجانب فنقعد نتكلم معاه، فيقول لك أنتوا عجيب جدا، أنتوا الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي عندكم علم باسمكم. يعني إحنا عندنا علم اسمه علم الإيجيبتولوجي، علم المصريات. مفيش مفيش حد تاني. فده المفروض ان هو يدفعنا اكتر للحفاظ وللاهتمام بالتاريخ ده. بس يعني ده الواحد يقدر يعني. طب حضرتك كنت دلوقتي يعني قلت مراحل كتير جدا في موضوع المومياوات، برضو هل الموضوع يعني من كلام حضرتك اللي حضرتك قلته ده عالم كبير قوي، هل برضو تتوقع ان يبقى في تطوير فيه اكتر برضو في الفتره اللي جايه في هذه الدراسات؟ اولا
يعني علشان نقدر نربط ده لازم نتكلم على فكرة أي تقدم في الطب هينعكس بشكل مباشر جدا على المومياوات. وبالتالي طول ما الطب بيتطور في أساليب الفحص بتاعته، الأساليب دي بعد فترة هتيجي على المومياوات. كويس؟ فإذا تطبق يعني؟ بتطبق من بداية. بص يعني في القرن 17 و 18 كان الأطباء بيشتغلوا بالتشريح، المومياوات اشتغلوا بالتشريح. القرن 20 بدأ يطلع المنظار، أول ما طلع المنظار خدناه وبدأنا نستخدمه في المومياوات. طلع الفحص بالإكس راي، فاحنا جايبين الإكس راي واحنا مطبقينها على المومياوات. طلع الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني اللي هو السي تي سكان، كويس، واحنا جايبينه وطبقناه على المومياوات. في دي ان ايه، قال لك طب خلاص هات الدي ان ايه ده ونطبقه على المومياوات. بالتالي لما بيطلع اي تطور في الطب هينعكس على طول على المومياوات. فطول ما الطب بيحدث نوع من انواع التقدم بتاعه مباشره هيبقى فيه دايما تقدم. وعلى فكره التحنيط لحد النهارده، اذا كنا بنقول ان هو بدا اسراره تبقى مكشوفه وبدا اسراره تبقى الناس كلها تطلع عليها وتشوفها، الا ان انا شايف ان هو لسه 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 في كتير، لسه في بحر. طبعا مظبوط. طبعا الحضاره المصريه دايما مش بالمومياوات بس، الحضاره المصريه دايما لحد يعني لحد قد ايه هتقعد كل شويه تدينا ابداعات اكتر وتدينا مفهوم للمصري القديم. لو قعدنا نفكر فيه كتير لا كل يوم هيديك حاجه جديده. والفكره عمرها ما هتقف. المصري القديم في ابداعاته وكانه كان عايز يقول انا قاعد طالما الارض دي لسه عليها حياه. يبقى لسه في ابداع اكتر. بالظبط بالظبط كده. مظبوط. الحقيقه يا دكتور يعني للاسف وقتنا خلص، ولكن الـ يعني حضرتك اوضحت في وقت قليل فعلا يعني اهميه هذا الموضوع واهميه هذه الدراسه كمان، وكمان يعني وضحته بشكل مبسط. واحنا طبعا حابين ان احنا نعرف عنه تفاصيل اكتر اكتر طبعا لما نعرف ان يكون في دراسات فيها في الفتره اللي جايه. طبعا ان شاء الله نعرفها من حضرتك ونستفيد منها اكتر يعني. ان شاء الله. انا طبعا بشكر وقت حضرتك وبشكر تشريفك لينا وبشكر كلام حضرتك يعني، وان شاء الله كده نرى الافضل والافضل في هذه الدراسات يا رب ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا جدا. مشاهدينا بنشكر جدا الدكتور إبراهيم بدر، أستاذ مساعد ترميم وصيانة الآثار، وكيل كلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. مشاهدينا بكده خلصت فقرتنا عن السياحة والآثار، وأيضا خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح بي. بكرة إن شاء الله مع صباح جديد، وأشوفكم على خير وصباح الخير.